أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب ومثل كلمة خبيثة كشجرة اجتثت من فوق الأرض لما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني